eyeshadow. هاي الباليت كمان من دار. شوفي ما أهلا. شوفي انعكاس الطاولة. بقورة. هاي بقورة مثلك. بقورة وانتي. شوفي حالك. شايفة حالك ولا مو شايفة حالك؟ بتمنى تكوني شايفة حالك. رح اخد برش تانية. هاي من ات كوزمتكس. هاي اكبر وهاي اصغر. للاي شادوز هاي اكبر وشغل اي شادوز. رح نستخدم الاوسع الاصغر. الحصان مش حمار، حصان. انا هيك عقولي. عندي عيون الحصان. مش الكل، مش الكل، يعني كأنه النسبة 1 كل 5 ملايين بطلعوا له عيون الحصان. يعني ما دخلني انا يا حبيبتي اذا انت عيونك الشكل كتير بالبالك. اكيد عبيته بالنص بس مو كتير هيك عواجبك.
شوي لأنه أنا عطى لا بصراحة أنا عطى هذا أنا عطى عطى كألم الفلش عطى من مورفي الفلش وعطى كمان ألم تاني من مورفي لون تاني بني وعطى برتقاني بعرف إنه مش كتير مبين مبين أكتر بني بس إني مرة نحطلك نفس الإشي عطلك هيدا وراح أحطلك إشي كتير حلو من تارت بعرف ما عارف جننتيني فيه جننتيني فيه يعني الجد يعني خلص بتضلك تسألين شو هيدا وشو هيدا ومن وين هيدا أيو زوم حبيبتي زوم شوفي لا بدي اياكي انا ما راح ارتاح الا اعملي زوم احسن اسمه روز وهيدا من تارت اسمه ماراكوشا جوزيليب يعني عادة انا هذا اللي كتير كليتريك وحلو اللي بتطلب ليه بس عادة بيكون مكتوب تحت بالدسكريبشن بوكس يعني لو بتعملوا كليك بتفتحوا بتشوفي كل المعلومات بتشوفي الكاميرا بتشوفي اللبس اللي حاط بتشوفي اللينكس للخصومات بتشوفي كل شغلة هناك بس لا انت بتفضل تسأليني كل مرة شو هيدا هوي هيدا هوي خلص اوكي راح اعطيلك منه تلبسيه وبتلايك شوفي مشان مش شايفة خليني عدلك قاس بكفي بكفي منه لأنه جديد وما بتخلص انه هلا في 200 او يمكن انا غلطانة ما بعرف بس ما راح اجلك من الغالي لا وعندي انا بصراحة بستعمل هذا يعني هذا عم بخلص وشايفة هذا من نيكس هذا تاني مرة بشتري سيتنج سبراي كتير حلو ورشته كتير حلو يعني يمكن لما يخلص